ثلاث بيضات تمام. هنحتاج نص كوبايه من السوسيس، يعني كام وحده سوسيس كده هنقطعها مكعبات صغيره، نص كوبايه من الطماطم، قطع الطماطم اللي هي بدون البذر بدون قلب الطماطم هنقطعها مربعات صغيره جدا، وعندنا عودين من البصل الاخضر هنقطعه برده صغير قوي، معلقتين كبار من الدقيق، مكعبين من الزبده، نص كوبايه حليب، ومعلقه كبيره من حبه البركه، وملح وفلفل اسود. عايزه اقول لكم ان الفطيره دي يعني هتتاكل كده بالشوكه وهتبقى تحفه جدا، هي الدقيق ومع البيض مع كله، فعارفين هو بالعيش بتاعها فهتبقى لذيذه جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. هبتدي اجهز كده طبق غويط، الطبق ده هبتدي احط فيه البيض واحط معاه الحليب ونديله الملح والفلفل بتاعه. ملح هنا بقى يعني بنظرتي كده على قد كميه الدقيق مع الخضار مع اللبن والبيض، وادي الفلفل. هضرب الكلام ده كويس جدا. يبقى احنا كده حطينا البيض مع الحليب والملح والفلفل، هضربهم كويس. هنزل فوقيهم بقى الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه نضرب كويس عشان ما يبقاش عندي اي تكتلات للدقيق، مش عايزين الدقيق يكون مكلكع، عايزينه يبقى خلاص الدنيا تمام. ايه لسه، هضرب كويس عشان نتاكد ان الدقيق خلاص امتزج تماما مع كل المكونات ومبقاش عندي اي كلاكيع. ممكن الكلام ده نعمله في الخلاط لو احنا مش هنقدر نضرب كويس، بس هو مش محتاج والله. خلاص كله بقى تمام جدا. بعد كده هنبتدي نزود بقى كميه البصل اللي عندنا، كمان الطماطم والسوسيس. فين بقى السوسيس؟ يلا يلا بينا ننزل بقى السوسيس اللي احنا قطعناه قطع صغيره. طيب بديل السوسيس لو انا مش بحب السوسيس، يعني عايزه حاجه تانية، فبديل السوسيس ممكن يكون بسطرمه، ممكن يكون لحم معصجه، ممكن تكون قطعه فراخ هي بايته عندي ومش عارفه اعمل فيها ايه، او نشفت او حاسه ان هي محدش هياكلها فممكن نقطعها. اهم حاجه تكون الحاجه اللي هنحطها مستويه، ما ينفعش ابدا نحط اي لحوم نيه هنا تمام. يعني ما ينفعش مثلا اقطع سجق واحطه، لازم يكون متشوح ومتقطع قطع صغيره تمام. بس كده الخليط بقى جاهز معانا، تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل فيه ايه. عندنا زبده وعندنا طاسة على النار، نشغل على الطاسة علشان تسخن، والطاسة ضروري تكون بغطا. ليه؟ علشان لما اغطي عليها فتستوي معانا كويس. والله لو عندنا جبنة مبشورة ممكن نحط برضو شوية هنا هتبقى لطيفة جدا، ما تجيبولي شوية يعني كده ايه، شوية جبنة مبشورة او جبنة فيتا ممكن نحطها برضو ونقلبها. تحسي كده ان انت مديه للولاد سندوتش متكامل للعناصر الغذائيه من غير ما تحطي في عيش ولا الكلام ده كله، مش تحتاجي عيش خالص. هناخد مكعب من الزبده حته صغننه وابتدي احطها في الطاسه اللي طبعا تكون ما بتلزقش، ده ضروري. الزبده تسيح كويس، مش لازم نسخنها جامد، يعني اهم حاجه ان انا امسح بيها كده الطاسه عشان الفطيرة اللي انا هعملها دي ما تلزقش، او الفطاير اللي هنعملها ما تلزقش. اول ما تسيح كده بالشكل ده ناخد بقى مغرفة من الخلطة اللي احنا عاملينها ونبتدي نوزعها عشان تبقى باينه لكم اكتر. فهنحط هنا، وزي ما قلت لكم مش هنستنى بقى الزبدة تسخن جامد، وضروري نقلب كده عشان الدقيق ما ينزلش ويرقد معايا في البولة. فناخد كله مع بعضه وادي، ونبتدي نفردها بالشكل ده تمام تمام ونغطي، والنار تكون متوسطه
تمام يلا بينا. عايزين نحط لها بس شويه حبه البركه من على الوش كده، تمام، ونسيبها بقى متغطيه علشان الخليط يربط ويمسك مع بعضه وتقدمي احلى فطيره لذيذه وسهله وسريعه وهتعجبكم جدا كطعم كمان. شغالين نعمل فطاير البيض. عايز اقول لكم اول واحده دي ما كناش حطينا جبن، دي بقى حطينا جبن. بصوا خطيره، بص كده على الفطيره، بسم الله هايل. نسينا نحط بقى حبه البركه، فتعالوا نحط رشه كده من حبه البركه. تمام جدا، يلا بينا ننزلها. حلو قوي، حته زبده كمان واخر كميه من الفطاير اللي احنا عاملينها. زي ما قلت لك كده توزعي الزبده. اه ما شاء الله، يعني شايفين يعني معلقتين دقيق وثلاث بيضات عملنا شويه محترمين جدا من الفطاير. نفرد الخليط، الموضوع سهل جدا ولذيذ جدا، دي اهم حاجه. ونغطي ضروري، بس قبل ما نغطي تعالوا نحط رشه حبه البركه، فضيها على طول. الله الله على الجمال، خطيره يا جماعه.